عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. قد يكون برنامجنا ده عشرة الصبح في الأهلي من أكثر البرامج اللي بتلقي الضوء على ملف الرياضات البارالمبية المختلفة، وده اللي هنعمله دلوقتي في هذه الفقرة. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم تحديدا عن تنس الطاولة البارالمبي، والحقيقة في كلام كتير هيتقال في هذا الإطار، خصوصا وإن مصر بتستضيف منافسات البطولة الإفريقية المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024. ده طبعا غير إن منتخبنا حقق مؤخرا عدد من الميداليات في مجموعة من البطولات الدولية المختلفة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف منورنا ومشرفنا النهاردة ضيفنا كابتن سيد موسى، مدرب المنتخب المصري البارالمبي لتنس الطاولة، والجدير بالذكر حضرات أنه هو الملقب بكابتن سيد الصيني، وأكيد هنحب نعرف منه تفسير هذا المسمى. منور الدنيا، صباح الفل يا كابتن. صباح الجمال وصباح النور، وأنا سعيد أني مع حضرتك أستاذ كريم، وسعيد مع أستاذ نهاوند. أهلا بيك. وأنا متابع جيد للبرنامج طبعا، وكل يعني فخر ان انا اكون مع حضراتكم. يعني نور الدنيا. يعني احنا سعداء طبعا بالاستعدادات كمان اللي حضراتكم يعني بتتخذوها دلوقتي، والشغل اللي بيتم، والبطوله طبعا افريقيه مهمه جدا هذه البطوله. نبدا من هنا برضو يا كابتن، وتقول لنا كمان وتطمنا الاستعدادات واصله لغايه فين، احنا البطوله دي عايزينها يعني ان شاء أكيد الله. اكيد والله. ببدا من احنا معسكرنا كان ابتدى يوم 5/9، والمفروض ان هو ينتهي النهارده ان شاء الله، لان البطوله بكره. كمان كان في صاله حسن مصطفى اللي عايز كمان اتطرق لها في الكلام، ان حاجه مصدر فخر لينا كلنا قدام الاتحاد الدولي، لان كان في معسكر برضو بينظمه الاتحاد الدولي، كان بقياده الخبير الايطالي اليساندرو، اللي قعد يعني كنا امبارح في العشاء يعني بيقعد يعني في تقريره بيتكلم باشاده كبيره ان صاله زي دي فيها فندق، فيها صالات، فيها أرضية، فيها إضاءة، يعني هو الراجل بيقول إن كل حاجة كانت فوق الممتازة في تقريره يعني. وكان يعني معانا بعض الدول ضمن الاتحاد الدولي يعني في التدريب، كان معانا الكاميرون، كان معانا لعيبة من كينيا، كان معانا لعيبة من جنوب أفريقيا. بس فاستعدنا للبطوله يعني من يوم 5. حلوه الاشاده دي لما تيجي من خبير دولي وايطالي، يعني شاف قليل وكتير، فكله يثني على حاجه زي كده، ومش مضطر انه يعمل كده، مش مجامله اكيد. هو بيقر واقع هو لمسه بنفسه. ده هو حضرتك بقاله 12 سنه هو ماسك يعني الخبير اللي بيجي للدول من قبل الاتحاد الدولي، يعني هو حاجه كده يعني في الكلاسات هنتطرق اليها، يعني كلاسات الجلوس او الوقوف. فهو طبعا حد يعني فيمس يعني مشهور يعني. بس البطوله كمان يعني من مميزاتها ان هي تقام في مصر او في صاله حسن مصطفى، ان هي بتسمح لنا بالمشاركه باكبر عدد من اللاعبين، بتسمح لنا بشاركه 3 في كل ايفنت او 3 في كل كلاس، يعني في حدود 60 لاعب ولاعبه من اجمالي 109 لاعب ولاعبه في اجمالي البطوله. من المميزات برضو ان في حاجه اسمها التصنيف الطبي، دي بتبقى يعني في الكلاسات بتبقى فيه من كلاس 1 لـ 5، ده بيبقى وضع جلوس اللي هو الكرسي المتحرك، وفي من 6 لـ 10 ده بيبقى وضع الوقوف. فبتبقى طبعا مين اللي بيصنف بيقول مين كلاس 1، مين كلاس 2، مين كلاس 10 وقوف. يكاد يكون كلاس 9 و10 ده اسوء، يكاد حاجات بتبقى مشاكل بسيطه يعني. طب مين اللي بيحددها؟ هو التصنيف الطبي، وده برضو ليها حد معين اللي هو مستر بابلو، برضو ايطالي بيجي هو يحدد. فميزتنا ان احنا تقام في مصر البطوله ان في بتبقى كلاسات ممكن، والعداله متحققه من خلال التصنيف ده على طول. بالظبط كده، العداله، لان في اعاقات بتبقى شديده في حسب درجه الشده. فدي كانت ميزه برضو ان احنا يعني الاتحاد الدولي جاي بتصنيفه الطبي، جاي يحدد الكلاسات مين يبقى في 2، مين ممكن، مين من 7 يعني حصل من 9، مين ممكن ينزل في كلاس 7 كده. التعامل مع الابطال البارالمبيين بتوعنا مش سهل، فخلينا نعرف اكتر يعني المدربين والطاقم اللي بيكون معاهم، هل هم مدربين؟ هل عندهم من الخبره اللي برضو بيقدروا يشجعوهم، بيقدروا يكونوا داعمين ليهم، خصوصا في البطولات الكبيره زي ما احنا بنتكلم دلوقتي البطوله الافريقيه؟ يعني التعامل ازاي؟ لان مهم جدا ان انت تتعامل معاه وتبقى فاهم ازاي برضو تتعامل مع البطل البارالمبي، باختلاف طبعا نسبه يعني الاعاقه، دي بتبقى نقطه مهمه. حضرتك
في الجهاز موجود الكابتن رامي جاسر، موجود الكابتن جمال زينهم، موجود الكابتن حربي الطوي. الفكرة في سؤال حضرتك ان احنا لو قلنا التعامل ازاي، انا حابب برضو اتطرق لصدفة يعني خاصة او شخصية بيها، ان انا كنت في تصفيات ريو دي جانيرو كنت ماسك منتخب السودان للاسوياء. فانا دلوقتي الحمد لله في افريقيا المؤهلة لباريس 2024. فايه الفرق بقى في التعامل؟ ده اللي اكتشفته الفترة اللي فاتت، دي نقطة يعني كانت بالنسبة لي حساسة، ان انا من عالم يعني الاسوياء لعالم البارالمبي، لقيت المتعة الحقيقية فعلا في البارالمبي. انا بقولها ازاي بقى؟ اولا اللي يلعب بارالمبي لازم يستخدم دماغه، مش هيبقى بطل الا بعقله في المقام الاول، لازم دماغه دي تكون شغالة كويس قوي، لان هو بيفتقد بعض الامور البدنية طبعا، فبالتالي بيعوضها ذهنيا طبعا. مظبوط. فلما نزلت كمان العب معاهم لقيت ان مستوى التفكير عالي قوي، عالي قوي يعني في اللعب، لان احنا عندنا يعني احيانا يعني كان في بطوله ريو دي جانيرو في الاسوياء التصفيات بتاعتها، لا بيبقى احيانا في لعيب عنده سرعات، عنده بدني قوي، لكن سوري ممكن متواضع ذهنيا شويه، مش بعافيه شويه، لكن في البارالمبي لا، بيبقى فعلا البطل بيبقى حاجه فظيعه في طريقه تفكيره، بيعملوا حاجات كمان في وضع يعني سواء وضع الوقوف اللي هو كراس من 6 ل 10 او من 1 ل 5 اللي هو وضع الجلوس. انا كمان جربت يعني في التدريبات ان كمان ابقى معاهم في وضع الجلوس، يعني ببقى جايب كرسي وقاعد عشان يبقى فيه الفيلينج، يبقى فيه الاحساس موجود. لا لقيت ان انا كمان يعني عقليا تطورت، يعني ابتدى يفيدني الموضوع. طبعا، لان خلاص انا قاعد فجاه حركتي بتبقى محدوده. صحيح. فهنا اذا يبقى التطوير العقلي او الذهني والعقلي مطلوب جدا. الابطال دول يعني احنا بنتكلم على قصص كفاح بالمعنى الحرفي، الناس دي بتكافح وبتخوض في صراعات ومستحمله حاجات كتير قوي، ومع هذا محققين نجاحات مدويه في دنيا الرياضه. ملخص حياتهم طبقا لعشرتك معاهم يا كابتن، يعني مفردات وتفاصيل يومهم عامل ازاي؟ نوعيه العقبات اللي هم بيضطروا يخوضوا فيها يوميا واصله لفين؟ واصله ان فعلا حياتك يعني قلت كلام جميل، ان هم فعلا ابطال حقيقيين، ابطال في الاراده، ابطال في العزيمه، تحديات في كل حاجه، يعني سوري في 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 طريقه المعيشه، لان احنا طبعا قاعدين معسكر في فندق واحد طبعا. فالواحد شايف بعينه، لا الناس دي ابطال حقيقيين، ابطال اراده وعزيمه، مش في التدريب وبس، لا فيما تحضير قبل التدريب، يعني في الحياه الطبيعيه طبعا. في الفندق، في المطعم، في التدريب، في ان احنا لا الموضوع يعني كبير، وخاصه ان احنا عندنا نماذج يعني في موجوده في المعسكر، حاجه يعني مش طبيعيه يعني ما شاء الله. طب في المقابل هم بيحصلوا على ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي بتكلم عندي بطل استثنائي بهذا الشكل، هم اللي بيجيبوا لنا رصيد من البطولات والميداليات اكتر بكتير من الاولمبياد اللي بناخدها. طيب على الصعيد بقى الاهتمام بيهم، وعلى صعيد الصرف والشق المادي والغذاء والشق النفسي، الدعم النفسي وغيره، اخصائي نفسي، كل ده اللي بيبقى ليه او كل بطل منهم لازم يكون ليه طاقم كامل، ف احنا بنقدم ده ولا لا؟ والابتسامه دي بتديني احساس ان لا 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 انا بالعكس اكتشفت لا 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 لا, 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 لا انا اللي هفاجئكم، انا اسف على فكره. انا عايزه اتفاجئ انا وكريم جدا، ويا ريت تفاجئنا باخبار حلوه، لان احنا نتمنى اي بطل مصري على المستوى البارالمبي او على المستوى الاولمبياد ان هو ياخد ويحصل على كل الدعم، لان في الاخر هو اللي هيحاسب لو ما جابش الميداليه المطلوبه، فلازم اقدم له كل اللي هو بيحتاجه. فطمنا طبعا يا ريت. انا هفاجئ حضرتك معلش، ان انا سبب ابتسامتي نظرتي للاستاذ كريم، لان لو كاميرا جايه على الاستاذ كريم انا اسف، يعني كنت مشاعر يا كريم. مشاعر لا مشاعر احساس يعني طلعت، يعني انا حاسس ان في مشاعر طلعت في عينيه، فهي دي سبب ابتسامتي، ان هو حاسس قد ايه ان في ابطال تحدي وابتدي انا بالك. احنا الاثنين عندنا نفس الشعور، واحنا الاثنين عندنا نفس الاصرار على مناقشه النوع ده من المحاذير انجاز التعبير. وبالمناسبه دايما بنتك اكتر في كلامنا على او لصالح الابطال البارالمبيين تحديدا، طبعا
بنطالب بان الكل يكون مرضي بما يتماشى مع نوعيه النجاحات اللي هم بيحققوها، بس البارالمبيين ليهم خصوصيه شديده جدا. انا هجاوب على الاستاذ هاوند في القصه دي. انا مش عايز اقول كلام مسترسل بس دي حقيقه. انا دخلت المنتخب يمكن من 3-4 شهور، لقيت لا يعني عايز اقول بنشكر فعلا الدوله المصريه باللي شفته. يعني انا اللي شفته في اهتمام، شفته ان في رعايه، شفت ان احنا عملنا معسكرات في المركز الاولمبي، توفير راحه، طقم اللي جوه بيبقى الصالات. لا يعني بحس ان معامله البارالمبي حاجه ليها تقديرها الشخصي والمعنوي. لقيت ان يعني في شكري فعلا للدوله المصريه، مش عايز اقول برضو كلام يبقى قاعد زي اي حد بيقول، لكن فعلا حسيت ان انا معانا مثلا مستشار عصام زيدان، احنا شايفينه الوقت كله بالتليفون، الوقت كله متابعه مع مكتب الوزير. يعني بنشكره طبعا الدكتور اشرف صبحي. طب ده مترجم في مرتبات، مترجم في مكافآت، يعني ما هو لازم الكلام والاهتمام ده يترجم في حاجه ماديه اقدر المسها. اوكي قولها لنا لو كابتن سيد. طبعا اللي بتبقى فيه مكافآت مجزيه، يعني طبعا لو ناخدها من فوق بتبقى الاولمبيات، لا بتبقى مبالغ وارقام عاليه يعني بتبقى موجوده. ده في المعسكر كابتن سيد هنا ولا ايه؟ ده ايه ده امبارح. يعني معسكر، ودي يمكن صورت انا الخبير اهو مدينا ظهره، في الكاميروني استعنا ب يعني كان موجود ضمن المعسكر، كان مقسم. دي جنوب افريقيا، جنوب افريقيا الاثنين من جنوب افريقيا الصور، احنا عندنا اللعيبه بتاعتنا يعني اوكي ده برضو من الكاميرون. ادي هو الخبير الايطالي، حاجه فعلا استفدنا منها كويس قوي الساندرو. وعندنا نماذج، يعني يمكن انا مش حابب يعني اتطرق لاي اسماء تحديدا عشان كل الابطال اللي عندنا هم كلهم مؤهلين ان هم يترشحوا ان شاء الله لباريس. بالظبط كده، باريس 2024. يعني فبالتالي لكن حقيقة عندنا أبطال. أدي يمكن وضع جروس كلاسات مختلفة، يمكن دي صورة جماعية للتيم كله يعني. فبس شايفين في وضع الجلوس، شايفين في لعيبة في وضع الوقوف في الكلاسات المختلفة. بس فبنتمنى التوفيق ان شاء الله. يعني خلينا ناخد على التليفون بقى برضو سيادة المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة تنس الطاولة. سيادة المستشار، لسه كنا في سيرة حضرتك حالا، صباح الهنا عليك. صباح الفل عليك وعلى المستمعين والمشاهدين جميعا. اهلا بحضرتك. وبنتكلم مع كابتن سيد على الاستعدادات طبعا لبطوله افريقيا ومدى اهميتها، وبنطمن على ابطالنا في طبعا تنس الطاوله ومصر ان شاء الله الى اين في هذه الرياضه، وهل احنا باذن الله كمان في الاولمبياد والبارالمبياد باذن الله ممكن نحصل كمان على ميداليات ولا لا. خلينا نطمن من حضرتك، تفضل يا فندم. حضرتك الطاوله بتاعتنا دي الحمد لله، يعني احنا مش قادر اقول لك يعني محققين ايه. يمكن حضراتكم كنتوا لسه الاسبوع اللي فات ده بطوله افريقيا للاسوياء كانت في تونس ولسه منتهيه، والحمد لله مصر اتاهلت لباريس في الاسوياء، وان شاء الله ان شاء الله في بطوله افريقيا للمعاقين اللي هي البارالمبي اللي هي هتبدا من بكره ان شاء الله في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر ان شاء الله برضو يتاهلوا باذن الله. لان احنا في تنس الطاوله الحمد لله احنا متميزين جدا على مستوى العربي وعلى المستوى الافريقي وحتى على المستوى العالمي كمان. احنا يعني الحمد لله عندنا المنتخب المصري كان طالع في اخر بطوله عالم طالع التاسع، ودي عمرها ما حصلت قبل كده يعني. فالحمد لله تنس الطاوله ماشيه الى الامام وبتتقدم، وان شاء الله نشرف مصر باذن الله ونحقق فيها حاجه كويسه. أنا أفتكر أولمبياد طوكيو كنا معانا مثال أكثر من رائع وهو حمادته طبعا، وقلنا هذا البطل الاستثنائي اللي العالم كله كان بيشهد الماتشات بتاعته وكان بيتابع الماتشات بتاعته. هل ممكن يبقى عندنا كذا حمادته كمان في الفترة اللي جاية؟ وهل إحنا أصلا عندنا نماذج زي دي كده استثنائية بمعنى الكلمة؟ عندنا نماذج كتير يا فندم، بس حمادته ده حاجة استثنائية فعلا. صحيح. حاجة ما شفناهاش ولا صعب جدا ان احنا نشوفها تاني، دي حاله فريده من نوعها، واحنا مسمينه حتى ايقونه تنس الطاوله، اللاعب الوحيد في العالم كله اللي بيلعب ببقه وبيستطيع التحكم في الكوره برجله،
يعني النهارده من قواعد التنس طاوله ان انت لما تيجي تلعب الارسال لازم مثلا بترفع الكوره لفوق قوي وهي نازله بتلعبها بالمضرب الارسال. لو حضرتك عملتي الحركه دي بايدك صعب ان الكره تنزل ستريت او مستقيمه، ممكن تنزل تبقى واخده زاويه او تحود او تتعوج او كده يعني، فما بالك لو بتعمليها بقى برجلك. فدي حاجه الراجل ده يعني مش قادر اقول العالم كله بيتفرج عليه، ابطال العالم في تنس الطاوله حتى السلام الاسوياء صحيح بيروحوا يتصوروا معاه لما يشوفوه. فده حاله يعني ربنا يديله الصحه يا رب. هو حاليا فين سياده المستشار يعني؟ موجود معانا في المعسكر. احنا حضرتك عاملين بالنسبه لسؤالك الاولاني احنا عاملين استعدادات جامده جدا جدا للتاهيل لباريس. من ضمنها اللي هيأهل لباريس هي بطوله افريقيا اللي هي تبدا بكره عندنا دي اللي بيطلع فيها، لان التاهيل لباريس بيتم بطريقه من طريقتين، حاجه من اثنين، يا اما انك انت تطلع بطل القاره يعني تلعب بطوله افريقيا وتاخد مركز اول انت كده تاهلت خلاص اوتوماتيك، يا اما ان انت حسب الرانكينج حسب النقط، ان مثلا بعد ما بياخدوا ابطال القارات وهم دول كده خلاص اتاهلوا بيكملوا العدد في الاولمبياد، يعني بيكملوا العدد من الرانكينج او من النقط فيشوفوا بقى مين الاعلى نقط، فاللاعب لازم يكون بيشارك في بطولات دوليه كثيره تمام. عشان يقدر يحقق نقط كثيره عشان يتاهل بطريق النقط، لو ما تاهلش بان هو يطلع اول القاره. تمام. طيب ونسبه ان شاء الله انا اخدها منك بقى يعني كتوقع، نسبه ان شاء الله الميداليات تحديدا من تنس الطاوله، هل ممكن تقول لنا برضو سياده المستشار كده يعني يعني افرحنا اطمنا على المستوى الافريقي ولا قصدك الميداليات؟ لا انا قصدي على الاولمبياد والبارالمبيكس طبعا. احنا قبل كده حققنا في اولمبياد لندن 2012 كان عندنا لاعب سامح عيد كان حقق ميداليه برونزيه في لندن 2012. وفي بطوله العالم الاخيره اللي كانت مش اولمبياد دي بطوله عالم الاخيره اللي كانت في اسبانيا في شهر 12 اللي فات حققنا ميداليه برونزيه برضو في الدبل ميكس، كان عندنا حسان حفني وفايزه محمود كانوا بيلعبوا دبل ميكس والحمد لله خدوا ميداليه برونزيه في بطوله العالم، وده برضو انجاز كبير جدا. لا عندنا كمان لاعبين كتير واعدين وصاعدين وان شاء الله ان شاء الله ممكن نحقق ميداليات في باريس. مش عايز اقاطع واقول مثلا هنحقق كام ولا بتاع دي يعني دي التوفيق من عند الله، ولكن عايز اقول ان المنافسه شديده جدا جدا خصوصا اللاعبين بتوع اوروبا جامدين جدا جدا وامكانياتهم اعلى وكده، لكن احنا ان شاء الله. عارف سياده المستشار معلش عفوا هنا عايزه بس اقف عند النقطه حضرتك قلتها، دايما نسمع امكانياتهم في خارج اعلى، امكانياتهم افضل بكتير، هو ايه السبب ان احنا امكانياتنا مش بنفس المستوى؟ هل في مشكله معينه لا تحل؟ يعني خلينا نعرف لا. من حضرتك لان حضرتك معني بهذا الملف وتعتبر من المسؤولين، فاحنا عايزين طبعا. نحل، ففين الازمه الحقيقيه يعني؟ حضرتك الأزمة الحقيقية كلها أزمة مادية، الفلوس. اللعبة بتاعتنا دي لعبة مكلفة جدا جدا، يعني يكفي إن أنا أقول لحضرتك إن المضرب ده اللي بيلعب بيه اللاعب بيتكون من ثلاث حاجات، خشبة وملزوق عليها جلدتين مثلا، وده أبسط حاجة، ده أنا بكلمك في المضرب، سيبك من بقية الأدوات. المضرب الخشبة لوحدها بتبدأ من 5000 جنيه والجلدتين كل جلده بتبع من 2000 جنيه السعر، يعني المضرب يعني المضرب هنقول مثلا ب 8000 جنيه مثلا تقول المضرب ب 8 ب 9 المضرب في الرينج ده يعني النهارده ده كتير طبعا، وخصوصا ان عندنا كمان اللاعبين اللي هم البارالمبيك معظمهم مش ميسورين ماديا يعني وهم غير معنيين ان هم يجيبوا الادوات دي بصراحه برضه ما يعني. انا بقول لك انا بديكي مثال بسيط ودي حاجه من الاف الحاجات في اللعبه، المضرب والكوره ب 50 جنيه، الكوره الصغيره دي اللي بتتكسر من شوطه ولا بتاع ب 50 جنيه، فعايز اقول لك هي العمليه عمليه ماديه، زائد ان احنا المفروض دول العالم كلها الفرق بيننا وبينهم السؤال اللي حضرتك سالتيه ان هم بيبقى فيه كمان سبونسرز كتير يعني بيبقى عندهم شركات، الشركات دي بترعى وبتصرف، والدول الاوروبيه اصلا دول غنيه معروفه يعني الدولار شوفي بكام، انما احنا بالنسبه لنا
عشان تجيبي نفس الادوات اللي هم بيلعبوا بيها. هو بالنسبه له ال 9000 جنيه دي يعني مثلا 300 دولار ولا 250 دولار. طب احنا يا مستشار امتى هنوصل لمرحله القيام بثوره ينتج عنها تصحيح للاوضاع الخاطئه اللي كانت حاصله طول السنين اللي فاتت، لما نكون بنتكلم على دوله بالكامل واقفه ورا ابطالها البارالمبيين، وعندنا في هذا الاطار كتير من الكلام ممكن يتقال، وفي مشروعات قوميه لرعايه البطل وصناعه البطل الاولمبي والبارالمبي المستقبلي، وبنتكلم في ان احنا عندنا مشكله في ان كره التنس الطاوله ب 50 جنيه والمضرب 7-8000 جنيه. ايه اللي لازم يحصل بحيث ان ان ان, إن العوار ده، انجاز التعبير وسامحني حضرتك عليه، لازم يختفي؟ ايه المطلوب انه يحصل؟ بص يا كابتن كريم، القصه مش كده. القصه ان احنا الحمد لله الدولة عندنا ووزارة الشباب والرياضة مش متأخرين عننا في أي حاجة. إحنا عندنا قسم البارالمبي ده بالذات وضعه مختلف شوية عن الأسوياء. إزاي؟ يعني هديك مثال بسيط، إحنا في بطولة أفريقيا دي الاتحاد الدولي سامح لكل دولة أن تشارك بحتى أقصى 3 لاعبين في كل كلاس. أنت عندك 20 كلاس ومفيش كلاس بيلعب الثاني، كل كلاس بيلعب مع نفسه. يعني كلاس 1 غير كلاس 2 غير كلاس كده. تمام. فلما اكون مشارك انا بثلاثه، لان البطوله في ارضي، يعني الدول اللي جايه تشارك ممكن تشارك بواحد في كل كلاس، ممكن تشارك بواحد في كل كلاس وبعض الكلاسات لا، حسب ما هي شايفه، لان اللاعب بتاعها هيكلفها. لكن احنا كدوله منظمه وضعنا مختلف. احنا كدوله منظمه نفس العدد، بس الوضع المختلف ان احنا هنشارك بالحد الاقصى، هشارك لكل كلاس بثلاث لعيبه. تمام. فبعمل ايه؟ باخد افضل 3 لعيبه في مصر في الكلاس ده واقول ان هم دول اللي هيمثلوا مصر في البطوله دي. حلو. انا عندي بقول لحضرتك 11 كلاس في الرجال و11 في السيدات. تمام. يعني 22 كلاس في 3 لاعبين، يعني 66 لاعب ولاعبه. فين المشكله برضو؟ المشكله ان العدد الكبير ده بيحتاج مصاريف طبعا. محتاج انك توفر له حاجات كتير جدا اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. انت لما ما هي دي نفس المشكله الاصليه اللي احنا بنحاول نوجد لها حل. فتوقعاتنا ان حضرتك ممكن يكون يعني عندك على الاقل تصور لهذا الحل. يعني على سبيل المثال عايز بس اوضح حته صغيره. اتفضل. الاسوياء اللي لعبوا بطوله افريقيا، المنتخب المصري اللي لعب بطوله افريقيا في تونس والحمد لله خدوا المركز الاول، كان عددهم كام؟ كان 5 رجال و5 سيدات. يعني 10 لاعبين هم دول اللي منتخب مصر اللي لعب. انا بقول لحضرتك عندي في بطوله افريقيا دي 66 لاعب ولاعبه. هل تكلفه ال 10 لما توفر لهم ادوات وكذا 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 زي 66؟ ده الفرق بين. طب ما ينفعش يبدلوا المضارب، يعني المضارب ما تتبدلش. المفروض يبقى في ميزانيه لل 66 على فكره. او نبدل المضارب. سؤال حضرتك ده وجيه جدا، عارفه ليه ما ينفعش؟ لان كل المضرب زي ما قلت لحضرتك مش كله زي بعضه. في خشبه بتبقى سريعه، في جلده بتبقى سريعه جدا، في جلده بتبقى بطيئه جدا، وكل لاعب بيلعب بستايل معين وبطريقه معينه. يعني في لاعب بيلعب دفاعي بيحط جلد معينه دفاعيه ما ينفعش حد يلعب تاني بيها، لاعب تاني يلعب فيه بنفس المضرب. تمام. يعني على كل حال احنا بنستفسر علشان نفسنا ان يكون في فعلا توفير للابطال دول اللي هم بيرفعوا اسم بلدنا بعد كده، يعني كل الامور اللي هم بيحتاجوها. فحتى لو ان كان البادجت او الميزانيه غير كافيه، نتمنى فعلا يكون في ايجاد حل من خلال الشركات الوطنيه والسبونسرشيب اللي موجوده في العالم كله. ده الحل الوحيد اعتقد. ده الملف اللي احنا دلوقتي شغالين عليه في الاتحاد. والحقيقه هي الوزاره مش متاخره عننا في حاجه، ولكن احنا بنحاول نشوف مصادر اخرى انها تدعم وتصرف. لكن اللي عايز اقوله لحضراتكم والمصر كلها ان احنا الحمد لله الحمد لله عاملين خطه اعداد قويه جدا 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 للمنتخب المصري. والحمد لله شاركنا من ضمن خطه الاعداد، شاركنا في بطوله الاردن اللي فاتت وخدنا المركز الاول وحصدنا اعلى الميداليات، وشاركنا في بطوله السعوديه لسه الشهر اللي فات وخدنا اعلى الميداليات برضه. وان شاء الله ان شاء الله في بطوله افريقيا دي هنطلع الاوائل برضه وهنحقق ميداليات ونتاهل لباريس باذن الله. وفي معسكر دولي حتى، يمكن انا شايف الكابتن سيد مع حضراتكم المدرب المنتخب كان بيحكي ان في معسكر، احنا عاملين معسكرين، معسكر للمنتخب المصري كله، وفي الاتحاد الدولي عامل
المعسكر لجميع دول افريقيا، مستضيف من كل دوله اربعه، وجايب اعظم مدرب في العالم في البارالمبي الكابتن اليساندرو الايطالي، خبير ايطالي ما شاء الله عليه، يعني مفيد جدا جدا واستفدنا منه كتير وموجود. والمعسكر ده هينتهي ان شاء الله النهارده اخر يوم فيه، وده برضو من ضمن خطه الاعداد لكل ده، مش لافريقيا وبس، وافريقيا نفسها لباريس 24 باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق جدا، ونشكرك سياده المستشار عصام زيدان عضو مجلس اداره تنس الطاوله على هذه المداخله، شكرا لك جدا. ايه بقى؟ انا فعلا مستني، بس سمعت اسم كابتن ابراهيم اصل للامان. عارف ايه بقى دي دي بديهه جدا. ليه؟ لان المكالمه دي حصلت من خلالها، او يعني نتجت عنها، في ميكس كده ما تبقاش عارف انت تفرح ولا تزعل. يعني عارف لما تقول على حاجه اللي هو هم يضحك وهم يبكي مع فرق الامثله، لان في كلام مشرق ولطيف بيتقال، وفي نفس الوقت في كلام يستحق التوقف امامه وتامله. فكره ان احنا بنتكلم على ان عندنا مشكله في كور الكوره اللي سعرها 50 جنيه والمضرب اللي سعره كذا، ولازم يبقى عدد الابطال محدود عشان نقدر نصرف عليهم في الوقت اللي الدوله فيه بتنادي بمضاعفه عدد الابطال البارالمبيين. طب نحلها ازاي؟ انا اقول لحضرتك بس في كام بوينت كده ايه مش عايز انساهم. واحد، لما جت سيره ابراهيم حمدته اللي هو بيمسك المضرب ببقه، هو نزل فعلا على موقع الاتحاد الدولي كباريس، مدينة باريس بتستقبله قبل البطولة ما تتلعب، لانه حالة استثنائية زي ما كان السيد المستشار بيقول، دي حقيقة، حاجة فعلا فخر، مش عايز اقول يعني صحيح. حاجة مش طبيعية طبعا. كمان اللي يقرب منه يعني حاجة رائعة، يعني حتى المضرب اهو، المضرب هو كمان عامل له وصلة معينة، يعني نهاية المضرب داخل شوية كمان جوه. مين اللي يقدر فيه ويسيطر عليه؟ مظبوط. مين اللي يقدر يمسك المضرب ببقه يلعب بيه طبعا. سوري انا اسف، دقيقة طبعا. لا ده هو بيلعب مباريات وبيكسب ابطال العالم، في بطولات العالم بيروحوا عشان يسلموا ابطال العالم في الاسوياء، يعني في صوره المالونج هو رايح بيحتفي بكابتن ابراهيم، فحاجه فخر جدا. طب طمنا عن حمادته، يعني هو بيعمل حاليا، ليه دخل، يعني عايش ازاي؟ ما هو احنا حابين نطمن على هذا البطل الاستثنائي المصري. والله هو يعني انا برضو معلوماتي الشخصيه في حياته الشخصيه محدوده، ما اقدرش اقول. هل ما تعرفوش على المستوى الشخصي؟ لكن يعني؟ لكن هو لا، على المستوى الشخصي هو مش عايز اقول يعني علاقاته، احنا قاعدين بقالنا فتره بلاقي مكالمات من شخصيات يعني حاجه كبيره قوي. لا هو يعني فعلا، طب ربنا سفير يكرمه حقيقي. بس عايز اقول برضو نقطه فنيه في حته المضارب، وال يعني حضرتك قلتي برضو حاجه عجبتني قوي في حته يبدله. لا ده حضرتك بتحاول تلاقي حل للمشكله. ما حسيت مضربي واروح. لا ده المضرب الموضوع يعني شائك في ان كل لاعب مضربه وجلدته والجلد بتتغير. يعني هو المستشار عصام زيدان بيتكلم في جزئيه مهمه في حته المضارب وارقامها، كلام مظبوط، واحيانا كمان بيعدي الرقم ده حسب نوع الخشبه وحسب نوع الجلده. فهي المشكله خاطر ان كمان الجلد بتتغير، ده رقم واحد. يعني الجلده مش خلاص جبنا جلدتين يعملوا مثلا تقريبا 4000 فيتغيروا، ده بيبقى يعني طالع اسمها ايه، يعني اوردر معين، بيبقى مواصفات معينه. بالظبط كده بالظبط كده. يعني مثلا حتى كان في الفيديو وانا بلعب ايقاع الكره بلعبه بطيء شويه، نتيجه ان اللعبه اللي قدامي هي معاها ديفنس، فلازم تتمرن على الايقاع بتاع المضرب بتاعها. طيب في كان هتبقى في فيديوهات الناس بتلعب اهو، كابتن ابراهيم مثلا اهو في سرعات، لا عشان المضارب سريع. يعني بص نتخيل بيلعب ازاي يعني بالشكل ده، وكره مستمره وتحكم ما شاء الله. فعايز اقول ادي في سرعات، يعني مثلا في لعيبه في المنتخب في سرعات، فبيختلف كمان حتى في السرعات الانواع مختلفه. السرعه دي مثلا 10 من 10، في واحد تاني بيستخدم سرعه 8 من 10، بتتناسب حسب كمان مستوى الحاله الطبيه اللي هو فيها. فالموضوع يعني انا مش بين السهوله، يعني غير ان هو الملف يعني كبير ومتشعب ومليان تفاصيل. ونتمنى ان حضرتك ان شاء الله تيجي تنورنا مره كمان ان شاء الله بعد في نفس الاطار. ان شاء الله بس يعني
خليني اقول نهايه او يعني عشان ننهي الفقره، مشهد حلو ان احنا نشوف بنفسنا ونعرض لحضراتكم طبعا الاستعدادات اللي كانت للبطوله الافريقيه، هتبدا باذن الله بكره، كل التوفيق، هنتابعها اكيد كمان على قناه النادي الاهلي، ونتمنى التوفيق كمان في البارالمبياد. يعني انا مش هاخد منك وعد كم ميداليه طبعا، بس اتمنى واعتقد دي امنيه كل المصريين ان يبقى عدد الميداليات باذن الله في باريس اعلى كمان من طوكيو. متفائلين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك كابتن سيد. ربنا يخليك. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.